ها فين يا ابن المنظر؟ اهو مازنجر الارهاب، هو ده هو ده. ارجع ورا خطوة، يلا يا جماعة كله قدام المنظر، يلا جهزوا الصورة يا حاجة. يا أمير يا أمير. نعم. قبل الصورة ممكن يلبسوا الدقون عشان الصورة تطلع حلوة. يا سلام، خبرة خبرة. هات الدقون. فعلا فعلا شكل. أو أنت صح أنت صح، تفضلوا البسوا الدقون. أنا 43 البني دي. أيوة أنت 43 بني؟ أنت 43 بني؟ أنت 43 بني؟ انت 43 رد يا جزمه. اتفضل يا حاج. يلا يا شباب قولوا تشيز. يعني ايه يعني تشيز؟ قولوا جبنه. جبنه جبنه جبنه. يا سلام. انتوا طالعين رحله ولا ايه يا حاجه؟ جبنه ايه؟ انا عايز صوره فيها رعب، عايزكم ترعبوا الناس. يا امير يا امير، صوره فيها رعب نديهم المسدسات والبنادق. انت صح. ايه ده؟ ارهابي ده ولا مساعد مخرج؟ انا مش عارف. يلا يا شباب. انا ال 45 السودا دي. ايوه 45 سودا. والله يا 45 والله ما افتح بوقي تاني. يلا 45 سودا. والله بجتهد. يعني قول 45 سودا. ايوه ماشي يا بنص. يلا يا حاجة. عايزة شر يا أمير؟ شر، صورة فيها شر. يلا يا شباب. ها تماثيل اسكندرية، تماثيل استوديو مصر. تماثيل اسكندرية، تماثيل. ثانية واحدة، ثانية واحدة يا حاجة. تعالى يا أبو معروف. خليك بس. اتفضلي يا حاجة قولي. يلا. تماثيل اسكندريه، تماثيل استوديو مصر. ايه اللي لافت نظرك ورا يعني؟ يعني انت شايف ايه احنا مش شايفينه يعني؟ ايه؟ قولي تاني. تماثيل اسكندريه، تماثيل من ورا. ها تاني؟ اه. طب ما خلاص بقى كده، انا اصور بقى واظبط الحاجات دي فوتوشوب بقى. عايزين صوره كمان. صوره ثانيه؟ يلا حلو قوي كده، كده حلو. والاستلام امتى بقى يا حاجه؟ بكره ومعاك صباطين موز. الاستلام امتى يا حاج؟ بكره ومعاك ثلاث صباطات موز. ايوه يعني الاستلام امتى؟ بكره وتعالى كل الموز. هي كان قصدها تقول انك قرد يعني، بس هي مش عارفه تقول كويس. معلش. شوف عشان امير متجوز واحده مفخخه. اه والله. ها خلاص خدنا الصور، شيل الدقون شيل الدقون. يلا جهزوا عشان في دلوقتي قناه هتيجي تصور معاكم. القناة اللي هتيجي تصور دي عايز كل واحد يقول هدفه ايه من التصوير، كل واحد يقول ايه الرسالة اللي هيوصلها للعالم كله من اللي بيصدره للناس. قناة ايه دي يا أمير؟ يا رب تكون قناة التت. أنا عارف إنك نفسك ترقص. لا مش هي التت، قناة هتصدر الإرهابيين، يبقى قناة الجزيرة. افتح افتح. مين؟ هو انا الباب؟ افتح. مين بيرزع على الباب كده؟ اكيد قناة الجزيرة. افتح. اه طيب. مين؟ افتح، احنا قناة الجزيرة. ايه ده؟ قناة الجزيرة؟ انت متفاجئ على طول كده؟ ايوه ما احنا مستنيينهم. انتوا مستنيينهم؟ اه احنا كلنا وانت معانا. والله العظيم. هو انت مش مستني؟ طيب ماشي. انت ايه؟ اعمل ايه؟ نفسي اعرف بتاخد ايه؟ نفسي اعرف بتاخد ايه؟ مش حاجه بتعمل كده ابدا. لا ايه، افتح. افتح الباب. امال تفتح ايه دلوقتي يعني؟ اروح. لا استنى استنى استنى. افتح افتح. طيب ماشي. ايه خشوا. يلا يا مجدي ما قدمناش اي وقت النهارده، يلا بسرعه. اهلا وسهلا حضرتك، انا الامير. لا مفيش انا ومفيش هم ومفيش احنا ومفيش وقت لاي حاجه خالص. سيبه تعال 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 بس كده، تعال كده وصلي على النبي، بس كده. سيبه خالص. يا حضرتك انا الامير. لا هم انا الامير حضرتك اللي
انت ايه؟ انت ايه؟ بص انا دلوقتي بتكلم اهو، فانت المفروض ترد عليا. انت ايه؟ انت ايه؟ انت بني ادم ولا انت ايه؟ قول لي. دي في حاجه غريبه دخلت ركنت هنا. قناه الجزيره وده المصور اللي هيصورنا. اه سيبه 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 هيقع لوحده، سيبه هيقع لوحده. يلا يا مجدي. يلا يلا حضرتك. انا لا خلاص، انا هبدا على طول. نحن الان سادتي تحت احد اهم كبار القاهره. انت ايه؟ انت ايه؟ انت ايه؟ انت حاجه؟ انت حاجه معروفه؟ ادرو يعني؟ ايه ده؟ كنا هربان من محل لعب ولا ايه؟ قال لك ايه؟ ده مش عايز يرد عليا خالص. يمكن مش شايف. سيبه دلوقتي. يمكن. لف يا مجدي، لف يا بابا. انت يا ابن الصين هي اللي بعتك؟ انت صيني؟ انت ولا سيبه نصور بقى وخلاص. ده معناه جدع. ايه الجمله؟ انت بنيت يا بلا. هو اللي صيني؟ انا شفت العجب الدنيا. معلش معلش ماشي. يلا هيصورنا دلوقتي. مجدي لف الكاميرا لو سمحت. لف الكاميرا يا مجدي. يمكن ما اسموش مجدي؟ لو سمحت لف الكاميرا لو سمحت. ايوه الكاميرا مش وشك، لف الكاميرا. كاميرا كاميرا لو سمحت. ايوه يلا اتفضل. انزل يا انزل. احنا كده بنصور سر الارض يا جدعان. النومه دي حلوه قوي. قوم يالا من هنا. يالا قوم يالا، هتشبه الارهابيين كلهم. يالا يا ابني ينفع اللي انت عامله في الرجاله ده؟ ثمان شباب ما قعدنا كده. ثمانيه انت عديتنا غلط. تعال انت مريض يا بصي غصب عنه هنصور. يلا اتفضلي حضرتك. احنا فين؟ نحن الان سادتي تحت احد اهم كبار القاهره، حيث توجد مشكله كبيره الا وهي اطفال الشوارع. كيف لدولة عظيمة مثل مصر أن تترك هؤلاء الأطفال وتهتم بالمتشردين في الشوارع؟ ونحاول الآن أن نجري حواراً مع أحدهم. اسمك إيه يا حبيبي؟ أبو زعبل. ده اسمك؟ زعبلة. اسمك إيه يا بابا؟ أبو سمسم. اسمك إيه يا أمور؟ أبو فتلة. وده اسم عين؟ مش طفل. الواد بقى لذيذ والله. هو في حاجة غلط؟ أكيد في حاجة غلط. طبعًا في حاجة غلط، يعني حضرتك أطفال شوارع إيه داخلة في وسط الوكر وتقولي أطفال؟ لا لا خلاص أنا عرفت إحنا فين. نحن الآن سادتي في المسرح. هل تجثث قتلة؟ مشرحة فعلا. والنبي يا عم المشرحة مش ناقصة قتلة. قوم يا عم قوم يا عم صور انت يا عم اللي هناك. انت ايه؟ يمكن يفهمك كده. هتودينا فين تاني؟ ننزل تحت الارض عشان نفهم انت ايه. تعالى ابو معروف، تعالى يا ابني، تعالى مالكش دعوه بيهم، هم فاهمين شغلهم. تعالى حاجه صعبه. معلش
تفضلي. نحن الآن ثلاثة في المشرحة، حيث توجد العديد من جثث القتلى التي قتلتها أيدي النظام البارد، ونحاول دلوقتي إن احنا نجري حوار مع أحدهم. اسمك إيه لو سمحت؟ القتيل أبو سمسم. اسمك إيه لو سمحت؟ إيه ده؟ أنت شايفاني؟ نيني 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 نيني. جرأة. الإحساس نعمة يا ابني. خليها على الله. ما هو فعلا عمره قد في الفرقة هنا. والله انا قتيل بس مش راضي اقول. قول لي النظام قتلك ازاي؟ لا مش هقول لك، مش عارف ليه مش حبك. في حاجه غلط برضه. في حاجه غلط، حضرتك داخله وكر ارهابي، ارهابيين هيفجروا نفسهم، شويه تقولي اطفال شوارع وشويه تقولي مقتولين في مشرحه. حضرتك كل ما بتختلق وحواديت وحكايات الناس ما بتصدقكوش. احنا ارهابيين رايحين نفجر نفسنا في مصر كلها عشان الناس غصب عنهم يخافوا مننا فيحبونا، لو ما حبوناش هنقتلهم كلهم، نقتل 95 مليون عشان في النهايه نحكم نفسنا وبس. ودي كلها اهداف ساميه، وساميه عارفه وساكته، وانا عندي هدف نبيل، ونبيل اتقتل اول امبارح. عايز حاجه تاني؟ الحق يا امير. مجدي بيبص لي في عيني. يا مجدي ما تبصليش في عيني، انا مش خايف منك. وانت انا عشان كده وانا كده هتت اهدى 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 وقلنا لا اتفضل. هو انا ازاي ما سجلتش معاك؟ ما انا من الصبح عمال اقول لك، عمال اقول لك ان انا الوحيد المسؤول عن الوكر ده كله، انا الوحيد اللي بدرب كل الارهابيين اللي مش بس في مصر، في كل حته في العالم العربي لغايه ما نفتته كله. عظيم جدا، انا لازم اسجل معاك دلوقتي. يلا اتفضلي. مجدي لو سمحت ممكن بس تهز شويه؟ عايز ايه يا حبيبي؟ هز شويه. هز؟ اه. ان شاء الله بكره بعد الصلاه باذن الله. قالت لك ايه؟ بتقول لي هزوا. هزوا. ده انا لو شلت هبطت في السقف هيفضل عامل ايه؟ طب زق يا ابني. اصحى يا ابني المدرسة. اصحى عشان المدرسة. انت عندك امتحانات والله، ده اللي عامل فيك كل ده. انت عارف؟ ربنا هيكرمك والله. انت ايه؟ سيبه ابو معروف. طب انت بتسقي ولا انت جيب لك عسيك؟ ممكن تطرح حاجة غريبة؟ ايه؟ معجيب مية وسيك؟ سيبه في طينة. نحن الآن سادتي مع أحد الاستشهاديين الذين يحاول تفجير نفسه في القاهرة، نحب نتعرف باسم حضرتك؟ أنا أكيد مش هتقدر تقول اسمك، أنت في منتهى الذكاء عشان ما حدش يعرفك، ممكن أعرف أنت ليه عايز تفجر نفسك؟ بالنسبة لي طبعاً مفيش أي كلام ممكن يتقال على اللي أنت عايز تعمله، بس أنت عايز توصل لهم فكرة صح؟ بالظبط. واكيد الفكره دي وصلت لكل الناس، بس اهم سؤال دلوقتي، انتوا عددكم قد ايه؟ احنا عددنا 95 مليون. 95 مليون واحد عايز يفجر نفسه؟ الشعب المصري كله عايز يفجر نفسه؟ كم انت عظيمه يا مصر، هو ده اللي مستنيينه منكم يا مصريين. كانت معكم شهيره عمار. يلا يا مجدي. حد يقتلها الست دي؟ يلا يا مجدي. سيبلنا احنا مجدي بقى، سيبلنا احنا مجدي. تعالى. شفت وديت الواد بتاع، تعالى هنا. تعالى الواد بتاع الدليفري وديتوه فين؟ معاه. استنى بس، استنى يا عم. بتعمل ايه؟ بشوش على الجزيره. يلا. ايه ده؟ بس انت ما تشغلش دماغك بالناس دي. ده انا ما اصل ما روحتش جنينه الحيوانات قبل كده، ما اعرفش. لا لا، انت ياما هتشوف، ياما هتشوف طول ما انت معاه هتشوف. طيب. ها.